أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: وفد عراقي إلى إيران لتحجيم الفصائل وتجنيب المنطقة ضربة أمريكية. في العربي الجديد: الكاظمي وعود جديدة بإجراء انتخابات مبكرة والسيطرة على سلاح المنفلت. ونقرأ في الزمان: تركيا تبدأ تصدير الكهرباء للعراق وسط تفاقم أزمة الغاز الإيراني. في الشرق الأوسط: قلق إيراني بعد تقارير عن تحرك غواصة إسرائيلية باتجاه الخليج. وفي القدس العربية: الكويت مرتاحة إزاء أجواء إيجابية تنتظرها القمة الخليجية. وفي الخليج الإماراتية: مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجاوز فيتو ترامب بشأن قانون الدفاع. أخيرا في الاندبندنت العربية: دول الاتحاد الأوروبي تقر بالإجماع اتفاق بريكسيت. قالت صحيفة اندبندنت عربية إن أجواء ليلة التوتر الشديدة التي عاشتها العاصمة بغداد في 25 من الشهر الحالي كادت تشعل حربا بين حكومة الكاظمي والميليشيات الموالية لإيران. أضافت الصحيفة أن التساؤلات تتزايد بشأن احتمالية الصدام بين الدولة والسلاح المنفلت، خاصة مع حديث رئيس الوزراء الحالي عن استعداده للمواجهة الحاسمة مع الخارجين عن القانون. تلك التطورات تأتي بعد أيام قليلة على اعتقال قائد القوة الصاروخية التابعة لعصائب أهل الحق، والتي زادت مناسيب التوتر إلى أعلى مستوياته، فضلاً عن إعادتها إلى الأذهان حادثة اعتقال خلية الكاتيوشا التابعة لكتائب حزب الله وما تلاها من توترات. ربما لا تبدو الحركة التي قامت بها عصائب أهل الحق مشابهة لما حصل في اعتقال ما عرف بخلية الكاتيوشا التابعة لكتائب حزب الله في شهر حزيران الماضي. ربما يكون الهاجس الكبير لدى طهران من احتمالية أن يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عليها في الأيام الأخيرة لولايته عاملا صب في مصلحة رئيس الحكومة العراقية. ومن المحتمل أن يكون قد دفع إيران للضغط على الميليشيات والسعي نحو التهدئة في المرحلة الحالية. ويشير متابعون إلى أن الكاظمي بات أمام خيارات محدودة جدا بما يتعلق بحسم ملف السلاح المتفلت في العراق، إذ يقع تحت ضغوط محلية ودولية من جهة، والتزامات وتعهدات قطعها لتلك الميليشيات من جهة أخرى. ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية لا ينذر باحتمالية نشوب صدام مسلح صريح بين الحكومة والجماعات المسلحة، إلا أن الاحتكاكات المحدودة بين الأطراف ربما تستمر في المدة المقبلة، خصوصا بعد النبرة المختلفة التي أظهرها الكاظمي في التعامل مع هذا الملف. الصحيفة ترى أن الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبقى عصيبة جدا، تحديدا على منظومة الميليشيات الولائية، خاصة بعد تلويحه في أكثر من مناسبة باحتمالية توجيه ضربات إلى إيران، الأمر الذي يجعل المشهد العراقي بوصفه ملعب المناورة متحركا فوق صفيح ساخن من احتمالات عديدة للتصعيد والتوتر. يباشر العراق معركة متعددة الوسائط لفرض هيبة الدولة والتخلص من السلاح المنفلت ونفوذ الميليشيات الطائفية، وهي مهمة تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمضي فيها لإعلاء سلطة القانون ومحاربة الفوضى. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها: يبدو أن المعركة ضد الميليشيات المسلحة التي تأجلت طويلا قد أزفت ساعتها وأصبحت حتمية، ولا خيار فيها من أجل بقاء الدولة ومستقبل البلد. في كل يوم تشدد الحكومة العراقية على هذا الاستحقاق وتؤكد أن بقاء السلاح المنفلت لا يستقيم مع شروط دولة القانون، ويتصاعد هذا التصميم مع تحركات أطراف مشبوهة
تعمل على إعادة التوتر إلى بغداد، وقامت باستهداف المنطقة الخضراء حيث توجد المقر الرسمية للحكومة والسفارة الأمريكية وعدد من البعثات الأجنبية. هيبة العراق في الميزان، والمرحلة المقبلة حاسمة وقد تكون مثقلة بالتضحيات. بالنظر إلى أن الاستحقاق كبير والتهديدات الأمنية قائمة بفعل محاولات القوى الخارجة عن القانون والتمرد على السلطات لفرض أهدافها على سيادة الدولة، وقد أدى هذا الوضع على مدى سنوات إلى استباحة حرمة البلاد ونهب الثروات واستشراء الفساد وظهور طبقة سياسية تعلي ولاءها للأحزاب والمرجعيات الأجنبية أكثر من الإخلاص لخدمة الوطن. وإذا كانت هناك مخاوف من أن المعركة ضد الميليشيات المسلحة لن تكون سهلة، فهي مخاوف مشروعة، لأن هناك بعض الكيانات قد تغلغلت في الدولة منذ الاحتلال الأمريكي وواكبت الحكومات المتعاقبة التي عجزت كلها عن لجم السلاح المنفلت مع الوعود الكثيرة. أما اليوم فلم يعد هناك مجال للتغاضي عن هذه الظاهرة أو تأجيل حلها. وتختم الصحيفة بالقول إن الغاية من المعركة ضد الميليشيات والسلاح المنفلت تكمن في استعادة ثقة الشعب في الدولة وفي النظام السياسي القائم، أما ما سوى ذلك فسيكون عبثا وفشلا دائمين، والعراقيون عانوا من ذلك طويلا وذاقوا مرارات لا تحصى جراء الفتنة والإرهاب والتطاول الأجنبي. بكل الطرق ستتحاشى إيران استفزاز سيد البيت الأبيض الغاضب بسبب خسارته في انتخابات خذلته فيها ولايات كان يظن أنها ستصوت له. ستزعجه قليلا لكن بعيدا عن أراضيها وبأدوات يمكنها أن تستغني عنها إذا ما قررت الولايات المتحدة أن ترد على إزعاجها بالطريقة التي تجدها مناسبة. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه هي قواعد اللعبة بين واشنطن وطهران والتي لم يحرج الطرفان بعضهما البعض في الخروج عنها. هناك شعور بالاطمئنان من أن الولايات المتحدة لن تشن حربا شاملة بسبب خطأ ترتكبه ميليشيا يمكن التخلي عنها. فكيف إذا وجدت تلك الميليشيا نفسها مخيرة بين أن تمحى وتزال من الخريطة نهائيا أو تتخلى عن أفراد يمكنها أن تعدهم فائضة؟ لن تكون ميليشيا عصائب أهل الحق عزيزة إلى درجة أن إيران يمكن أن ترفع صوتها دفاعا عنها. وهنا المقصود هو الحشد الشعبي الممثل الرسمي لإيران في العراق. صحيح أن قيس الخزعلي زعيم تلك العصائب قريب من إيران بقدر بعده عن الوطنية العراقية، غير أن الدفاع عنه لا يمكن التعامل معه بكونه سببا للدخول في معركة ثانوية سيخسرها الحشد بالتأكيد. هناك ما يمكن الاستعداد له غير الدخول في مناوشات ثانوية، كأن تناصر العصائب نكاية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لا يحبه أحد مع أنه ابن العمليات السياسية منذ اليوم الأول للاحتلال الأمريكي. ذلك قرار إيراني سيهب الكاظمي نصرا صغيرا يعزز موقعه الذي تعرض للتآكل بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي ستلقي بكثير من ذوي الدخل المحدود على حافات الفقر. ولأن المنحة الإيرانية ستقابل بكرم أمريكي فإن كل شيء سيمضي إلى نهايته. وبحسب الكاتب فإن إيران ستعالج الموقف المتوتر في العراق بطريقة هادئة، لن يهمها انتصار مؤقت للكاظمي تكسب من خلاله وقتا يتيح لها تنظيم أوراقها في انتظار رئيس الجديد الذي لن يكون من وجهة نظرها متحمسا لحرب ضدها. تلك فكرة للتهدئة سيكون على الطرفين أن يعيدا فهم ما يجري من جديد. كانت جريمة ساحة النسور التي ارتكبها عناصر شركة بلاك كوتر الأمنية في عام 2007 بقتل 17 مواطنا عراقيا صورة واقعية للدور التخريبي والعدواني الذي تمثله قوات الاحتلال الأمريكي.
إياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن الإدارة الأمريكية وبقرار ترامب العفو عن هؤلاء المجرمين أكدت أنها لا تهتم بدماء الشعوب ولا تقيم وزنا لمشاعرهم وحريتهم، بل إنها تمعن وتساعد وتساهم في هدر الدماء الطاهرة. لا يحق للرئيس ترامب ولغيره أن يعفو عن شرذمة من القتلة المأجورين والمجرمين المدانين بهدر دماء أبناء شعبنا العراقي، متناسين الحقوق الإنسانية للأرواح التي أزهقت ولعوائلهم المتضررة بفقدان أبنائها وأحبابها وأصابهم الحزن والأسى والألم. فمن يعوضهم ومن يسأل عنهم ومن يقدر الضرر النفسي والوجع الداخلي الذي وقع عليهم؟ أم أن الحرية واحترام حقوق الإنسان لا يتم إلا لهم ولمحبيهم وأبنائهم وعوائلهم، كما جرى في حادث سقوط الطائرة الأمريكية التابعة لشركة طيران بان أمريكان في أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في شرك نور الأول عام 88 و900 ألف ووفاة 243 راكبا على متنها. واتهمت السلطات الليبية بأنها وراء تفجيرها، وأدت المباحثات إلى تسليم المتهمين الليبيين ومحاكمتهم ودفع التعويضات المالية التي بلغت 2,700,000,000 دولار بواقع 10 ملايين دولار لكل عائلة من ذوي الضحايا. يعد العفو الأمريكي وسيلة واضحة ودعوة للإفلات من العقوبة الرادعة بحق هؤلاء المجرمين، وتشجيعا للنماذج الأخرى على ارتكاب الجرائم الدموية والمماثلة واستمرار سفك دماء الأبرياء وعدم احترام مبادئ القانون الدولي وآفاق ومفاهيم المنظمات الإنسانية الراعية لحقوق الإنسان، واستمرار خدع الشعوب بزيف العدالة الاجتماعية التي تدعيها الإدارة الأمريكية، ويعد استهانة بحقوق وتضحيات ودماء العراقيين الكرام. الكاتب يرى أنه أمام هذه المعطيات والوقائع وصور الجريمة المأساوية الكبيرة ينبغي أن يكون هناك جهد عراقي كبير وتحرك إيجابي وفضح للأساليب التي اتبعت في قرار العفو عن المجرمين المدانين بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد الشعب العراقي وضمان تعويضات عادلة لهم طبقا لقواعد القانون الدولي. قالت صحيفة ذهل الأمريكية إن عفو الرئيس دونالد ترامب عن 4 متعهدين أمنيين تورطوا في جريمة قتل 17 مدنيا عراقيا كان من بينهم أطفال ونساء في ساحة النسور ببغداد عام 2007 أصلح الخطأ بخطأ أفدح منه. وأضافت الصحيفة في مقال كتبه شين ماكفيت أنه عندما يفكر أحد بحرب العراق وما وصلت إليه من انحطاط يستذكر عادة بلاك ووتر شركة التعهدات الأمنية الخاصة التي يعتبرها البعض منظمة مرتزقة. إن قتل مدنيين في أثناء الحرب هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وتساءل إن كان المتعهدون 4 قد اعتقلوا مباشرة بعد الجريمة، والجواب هو لا. وهل ألغت حكومة الولايات المتحدة عقد الشركة بمليار دولار؟ والجواب أيضا هو لا. وبالنسبة للعالم فقد أصبحت كلمة بلاك ووتر صورة عن كل خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في السياسة الخارجية، وهي حربان بلا نهاية في العراق وأفغانستان وتراجع الموقف الأمريكي بين مجتمع الدول، وكشفت عن المعايير الأمريكية المزدوجة لحماية حقوق الإنسان. وبعد 7 أعوام وجدت هيئة محلفين في عام 2014 4 من المتعهدين السابقين مذنبين بالجريمة، وصدرت عليهم أحكام طويلة بالسجن. وفي يوم الثلاثاء عفى الرئيس ترامب عن 4، وجاء الشجب سريعا. ويرى الكاتب أن هناك سببين وراء هذا القرار، الأول له علاقة بجالب الفضائح مؤسس الشركة إريك برينس وشقيق وزيرة التعليم بيتسي ديفوس الذي منحه فرصة للدخول إلى البيت الأبيض. أما السبب الثاني وهو الأخبث، فمن خلال العفو عن المتعهدين الأمنيين سيفتح ترامب الجروح في الشرق الأوسط ويخرب سياسة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن، وهي سياسة تحطيم كل شيء.
الصحيفة تضيف أن عفو ترامب عن مجرمي حرب يأتي كتتمة لقصة بلاك ووتر التي بدأت كمنشأة لتدريب الجنود والشرطة في نورث كارولينا، أصبحت تمثل الطريقة التي يقوم فيها الجيش بنقل تعهدات ومسؤوليات في وقت الحرب. سيكون العفو سابقة خطيرة في الإفلات من العقاب ستحاول الدول الأخرى تقليدها. ونحن على أعتاب العام الجديد 2021 نرى أن الوضع السوري قد بات جزءاً من الوضع العام للمنطقة، وذلك نتيجة الاندماج الذي تم بينه وبين المشاريع الإقليمية والحسابات الدولية والاصطفافات التي تبلورت شيئاً فشيئاً، وتحددت ملامحها بصورة واضحة في يومنا الراهن بعد مرور نحو 10 أعوام على انطلاقة الثورة السورية في آذار 2011. عبد الباسط سيدة يرى في صحيفة العرب الجديد أن سوريا والمنطقة في انتظار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. من جهة النظام لا يمكن الحديث عن أي تحول أو تغيير أو تعديل في السلوك وفق المطلب الأمريكي يمكن أن يحصل من دون أخذ العاملين الروسي والإيراني بالحسبان. ومن جهة المعارضة فالتأثير موزع بين الأمريكيين في منطقة شرقي الفرات والأتراك في المناطق الشمالية الواقعة إلى الغرب من الفرات حتى حدود المنطقة الساحلية حيث النفوذ الروسي مع النظام. منطقتنا بأسرها في انتظار تبلور ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وذلك بعدما تفاقمت الأزمات في معظم دولها، فالمشروع الإيراني بلغ ذروته بعدما أوجد جدرانا من الهواجس والشكوك والترقب بين الشيعة ومجتمعاتهم الوطنية. أما روسيا التي يبدو أنها قد حصلت على ضوء أخضر أمريكي إسرائيلي بالبقاء في سوريا، فهي تدرك أن المهمة ليست سهلة وتعرف جيدا أن معادلات المنطقة تشمل سوريا أيضا، لذلك تستعد هي الأخرى لمعرفة توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة. السوريون باتوا أصحاب عقلية مسيانية ترى في انتظار القادم الأمريكي ملاذها وأملها، هذا مع المعرفة المسبقة بأنه ما لم يكن هناك حد أدنى من التوافق والتماسك بين السوريين المناهضين لاستبداد نظام بشار وفساده، فإن هذا الأخير سيتمكن بدعم مستمر من حلفائه الثابتين من تجاوز عنق الزجاجة والاستمرار في الحكم المستبد. الكاتب يرى أن الواقع الحالي للمعارضات السورية الرسمية والتراجعات إن لم نقل الانهيارات المستمرة التي تتعرض لها لأسباب ذاتية في المقام الأول لا يوحي بكل أسف بأي إمكانية لمواجهة ما يجري. إذا كنت لا تقاوم حنينك إلى وطنك بسبب عدم قدرتك على السفر فقد أصبحت هناك زجاجات تحمل رائحة الوطن، إذ استغلت شركة بريطانية القيود على السفر بسبب انتشار فيروس كورونا وقامت بتجميع الهواء من دول مختلفة حول العالم وبيعه في زجاجات للمغتربين المقيمين في بريطانيا. ويهدف الموقع الإلكتروني لشركة ماي باجج من وراء هذه الخطوة التخفيف من شعور الحنين إلى الوطن لدى المغتربين في ظل تعذر أو صعوبة السفر في الوقت الراهن. تبيع الشركة حالياً زجاجات من الهواء الأصلي من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، وتطمح إلى توسيع إنتاجها ليشمل باقي دول العالم. وتبلغ قيمة الزجاجة التي يبلغ حجمها 500 مللتر 33 دولاراً و45 سنتاً. قال الفريق الذي ابتكر هذه الفكرة إنها تستند إلى أبحاث علمية تربط بين حاسة الشم عند البشر وبين الذكريات العاطفية، ومن خلال السماح للعملاء بالتقاط نفس عميق من هواء وطنهم فإن ذلك يساعدهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
ومع هذه الرسوم نكون قد وصلنا لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.